السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة، وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. جمعة مباركة، رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال. إذا الخوت، هاد النهار جولة جديدة في مدينة بركان. هاد الجولة غادي نتوجهوا لواحد من المساجد اللي بدأت فيه صلاة الجمعة هذا اليوم، يعني أول مرة كتصلى فيه صلاة الجمعة. هو من المساجد يعني الجديدة في مدينة بركان، والصراحة من يعني من المساجد الجميلة والرائعة في مدينة بركان. هذا المسجد هو مسجد المعراج. هذا المسجد كتصلى فيه صلاة التراويح طيلة شهر رمضان. وتم المقرئ عبد الصمد، اللي نوجه له واحد التحية من هذا المنبر. وهذا النهار تصلت فيه صلاة الجمعة، يعني بغيت نخبركم ونوري لكم البلاصة ديال هذا المسجد فين كاينة، باش الناس اللي يكونوا مثلا يسكنوا في ديك الجهه ولا بغاو يمشيوا يصليوا تما، مرحبا بهم كاملين. وحنا كما قلنا في اطار التعريف بمدينه بركان، سواء المؤسسات اللي فيها ولا المساجد ولا الاحياء ولا الشوارع، المهم اي حاجه متعلقه بمدينه بركان وباقليم بركان كنحاولوا مره مره كنعطيو فيديوهات ومعلومات عليها في هذه القناه. اذا نمشيو الان نوري لكم البلاصه بالضبط فين جاي هذا المسجد، سلمت قلبي ويلا هما لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. راني بالضبط في طريق السعيدية، راني في طريق السعيدية وراني متوجه لواحد البلاصة كما قلت لكم في بداية الفيديو، اللي هي مسجد المعراج. هذا المسجد اللي تصلت فيه صلاة الجمعة هذا اليوم لأول مرة، يعني كانوا يصلوا فيه الصلوات ولكن صلاة الجمعة ما كانتش كتصلى فيه. هذا النهار تصلت أول صلاة الجمعة، وراني الآن بعد صلاة الجمعة، يعني راني في العشية شوية قبل العصر. بغينا ندير واحد الدورة تما باش نوري لكم الموقع ديال هذا المسجد، واللي كدار فيه أيضا صلاة التراويح يوميا طيلة شهر رمضان. وكاين تما واحد المقرئ اللي هو السي عبد الصمد، تبارك الله عليه، اللي الصراحه عنده واحد التلاوه رائعه وخاشعه. والناس اللي بغاو يصليو، يعني كاين بزاف ديال الناس اللي كتبحث على يعني انها تخشع في صلاه التراويح وفي جميع الصلوات، يعني كنصحكم بهذا المسجد صراحة. وكاين ايضا مساجد اخرى اللي حتى هي في المستوى في مدينه بركان. اذا الخوت، راني الا شفتوا معايا راني شديت طريق ماذا، غادي نمشي شويه مع طريق ماذا، غادي نحاول نوري لكم الموقع بالضبط ديال هذا المسجد. اذا من تكون غادي بطريق ماذا، المهم راه كاين بزاف ديال الطرقان، ولكن انا فت هذا الطريق لان شويه باينه. غادي الدور هنا على اليسر، من توصل داك المسجد ديال حي الوفاق في ديك الدوره غادي ندورو على اليسر، وهنايا في هذه الزنقه بالضبط اللي جايه على اليمين غادي نمشيو بها. يعني هذه الزنقه اللي كتدي للجهه ديال الكراكشو راها معروفه، الناس اللي كانوا فاتوا هذه البلاصه راه 100% كيعرفوا هذه الجهه. اذا الدور معها على اليمين، صافي تمشى واحد شويه غادي تلقى مسجد المعراج، وتما راه في واحد الجرده هكا على برا راه باين. اذا هذا هو المسجد اللي تصلت فيه صلاه الجمعه هذا اليوم، والصراحه هذا كتعريف بمساجد مدينه بركان وبالاماكن ديال مدينه بركان. اذا الخوت، غادي نوري لكم المسجد، المسجد هو هذا. اذا الخوت، المسجد راه جاي في الحي حي الليمون اللي معروف بكاراكسو، هاد الجهه ديال كاراكسو. ها هو المسجد راه يبان لكم من هنا من هذا الموقع. ها هي البلاصه ديالو. اذا هذا راه جاي تقريبا في الوسط، يعني ما بين كاراكسو وبايو. انا الصراحه ما رانيش متاكد بزاف بالاسم ديال الحي السكني اللي كاين هنا، ولكن على ما اظن راه تابع الكاراكسو، يعني راه تابع الكاراكسو. اذا ها هو راه يبان لكم من هنا. غادي نزيد نقرب اكثر باش غادي يكون واضح ويكون باين، باش غادي نجيو له اونفاس. وكما قلت لكم راه قدامه راه كاينه واحد الجرده تما، جرده صغيره قدام الجامع في ديك البلاصه. والمسجد هو هذا، مسجد المعراج. وراني كنت درت واحد الفيديو ولا جوج ديال لي فيديو ديال صلاة التراويح في هذا المسجد في شهر رمضان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم
بأمر الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اللي بغى يشوفهم راهم في القناة، وإلا بغيتو نخليه لكم حتى في الوصف، غادي نخليه لكم في الوصف ديال هذا الفيديو باش تشوفوه. إذا هذا هو مسجد المعراج، وكما قلنا راه كاين الناس اللي ساكنين في هذه الجهة وربما كانوا يمشيو يصليو صلاة الجمعة في شي جهة أخرى. الجديد هو أن هذا المسجد ولات كتصلى فيه صلاة الجمعة، وهذا واحد الإخبار لساكنة مدينة بركان والناس اللي كيجيو لبركان. إذا الخوت نتمنى أنني نكون فدتكم في هذا الفيديو بشي حاجة، بواحد المعلومة. وكما قلت لكم صلاة التراويح اللي بغى يصلي هنا مرحبا، صراحة يعني غادي تخشع بزاف، وانا راني صليت هنا شحال من مرة في هذا الشهر ديال رمضان. وبهذا المنبر نوجه واحد التحية للمقرئ السي عبد الصمد الغني عن التعريف، نوجه له واحد التحية، ونوجه التحية لكل ساكنة مدينة بركان وكل من يشاهد هذا الفيديو اينما كان في العالم، سواء داخل المغرب ولا خارج المغرب. الناس ديال الجالية المغربية اللي كيشاهدوا فينا اللي كيشاهدوا الفيديوهات ويتبعوا القناة، شكرا لكم على دعمكم المتواصل. والناس اللي يشاهدونا لأول مرة ما تنساوش أنكم تشتركوا بالقناة وبارتاجوا هذا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم باش تشجعونا أننا نزيد ونقدموا المزيد من الفيديوهات في الأيام المقبلة. وإن شاء الله دائما الجديد في هذه القناة، راه كل مرة نحاول أنني ننوع، وراه جايين فيديوهات زين إن شاء الله في هذه القناة. إذا أخوتي هذا هو مسجد المعراج، هو هذا، وراكم شفتوا راه كاينه هاد الجريده قدامه، واحد الجرده هنا. الناس اللي راهم فاتوا من النار راهم عارفين هاد البلاصه. كما قلت لكم راه جاي تقريبا في الوسط ما بين بايو وكراكشو، وتبارك الله من المساجد الرائعه يعني اللي كاينه في مدينه بركان. والحمد لله على هاد النعمه ديال المساجد، بيوت الله اللي كاينه في المدينة ديال بركان وفي المغرب كامل. ندير واحد الدورة خفيفة هنا، اكتشفوا هاد البلاصة بعدا. إذن الخوت اليوم الجمعة قبل الأخيرة في شهر رمضان، الجمعة الجاية إن شاء الله دي تكون هي الجمعة الأخيرة في شهر رمضان. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال، نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب في هذا الشهر العظيم. أنا أخوتي نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو وتجولتوا معنا واحد الجولة خفيفة في مدينة بركان، ونلتقي إن شاء الله في فيديو مقبل بحول الله. إلى اللقاء. والعشق يحرق، فأين أمضي وحولي الوزر والوله؟ يا رب خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل في حزن انتبهت له.